اللي خرجوا نهار 25 جويليا طالبوا باسقاط البرلمان، ما طلبوش باسقاط جزء من النواب وتبرئه جزء من معنا جزء اخر من النواب. نفسهم يعتبروا نفس جيهم السياسي طالبوا باسقاط البرلمان واسقاط الحكومه. باهي نفسهم التوانسه ذوما يعتقدوا انه في نظام الرئاسي ما ثمش برلمان. نفسهم التوانسه ذوما هاي هكا يعتقدوا نظام الرئاسي ما فيش برلمان. انت الناس علاش تقول لك البرلمان؟ لانه البرلمان انت 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 رجل الدوله. انت تعرف خاطر الكلام نتاع العامه مش كلام نتاع الناس القياده والناس اللي المفروض انها تكون تمثل الدوله معناتها. العامه يعبر لك بانفعال بالنسبه اللي هو البرلمان مشكل وبالحق البرلمان مشكل. اما انت كرجل دوله تمشي للمشكل اللي في البرلمان، تمشي للفساد اللي في البرلمان. ايش عملت كي وعلقت عمل البرلمان؟ لو نحكيش على شخصية نحكي على حاجة سي عبد الشمس نحل قوس تشريعية سابقة لأول باش نحل قوس اي باش يجيك بأتعس اه باش نحل قوس راهو على مستوى الشخصي يعني رابحة على جميع المستويات باش نكون واضحين خاطر تسمع العباد اه ارتحتوا خاطر ما عادش تخصوا انا نقول لك راني على مستوى شخصي نعاودها رابحة على جميع المستويات المهني العائلي راحة البال الضغط كل ما تصور في بالك راحة الضمير على قلبك قبل كنت نروح ما نرقدش نبدا هذا هموم ومسؤولية توا نرقد عاش حسب مسؤوليه على قد نحطي مسؤوليه دونك نرجع ونقول لك سامحني عفوا بركه البرلمان تعاود برلمان اخر باش يجيك برلمان الاخر باش يجيك ناس اخرين بتجيب قام اخرى بتجيب شعب الامريكان يمثل البرلمان ولا ما نعرفش انا الكنديان باش يمثلوك في البرلمان ما متوانسه